قال في القلب وصدق العمل، صدقت يا رسول الله. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما خفي وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا وأذر العارض المطرا، على من شاد بنيان الهدى وسما وساد كل الخلق فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعثرته وعلى آله وصحبه ومن والى ومن نصر. أما بعد، يقول ربنا جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية: هذه آية فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختصه من الأشخاص والأوامر والأمكنة والأزمنة. خلق الله جل وعلا الملائكة واصطفى منهم جبريل، قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وخلق الله جل وعلا الناس واصطفى منهم الأنبياء والرسل، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، واصطفى من الرسل أولي العزم، وقال عز من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم فاختاره على سائر الأنبياء. وقد جاء في حديث الترمذي وأبي داود وعند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك أكرمه الله تعالى بمنحة الإسراء والمعراج بعد محنة الطائف، وثبت أن أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل. والإمامة دلالة على السبق والتفضيل، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر أن يؤم الناس يوم عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ودل ذلك على قيمة أبي بكر وتفضيله على سائر أصحاب رسول الله. أولم يسأل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ثم قيل: من؟ قال: أبوها. وخلق الله جل وعلا الأمكنة وفضل مكة على سائرها للذي أنزل ببكة مباركة، وجعلها أحب البلاد إلى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلق الله جل وعلا الأزمنة، وهذا الشاهد عندنا، فاختار وفضل، فخلق الشهور وجعل أفضلها شهر رمضان، وخلق الأيام وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة باتفاق، وخلق الليالي وفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، وجعل أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر. سنة كونية تخضع لها جميع الخلائق، سنة التفاضل وسنة التفضيل. هذا التفضيل يظهر جليا في هذه المواسم وهذه النسمات، لما خصها الله تعالى من الفضل ومضاعفة الثواب. فالطاعة فيها
غير الطاعة في سائر الأيام. وما جعل الله ذلك إلا لتهفو النفوس ولحشد الهمم، لكي تخرج النفس من حالة البلادة التي تغلب عليها وتطبعها في سائر الأيام. هذه الحالة من البلادة التي تضيع على النفس أن تترقى وتتزكى إلى مقامات الإحسان، فتنزل بها إلى ما دون ذلك حتى تصير العبادة عادة تتكرر ويفعلها الناس فلا ينال من فضلها شيئا. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الليل والنهار فيه تذكرة وعظة لأولي الألباب، لكن كونه أمرا متكررا كل يوم قلما نقف لنتفكر في تعاقب الليل والنهار، ونستوقف لحظة لننظر عظيم حكمة الله جل وعلا وحكمه في تعاقبهما. لهذا ما شرع الله جل وعلا عبادة عبثا، وكل ما شرع الله جل جلاله إنما لمقصد، وما تحقق المقصد من العبادات إلا ونالت الأنفس شرف أن تترقى من مقام كون العبادة عادة إلى مقامات الإحسان التي خص الله تعالى بها عباده المقربين. أوليست تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكثة سوداء، حتى يصير كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وإنما يكرم الله جل وعلا عباده بهذه المواسم لعله يستزيد من الفضل والخير مما يعينه في السير إلى الله جل، مما يعينه على السير إلى الله جل وعلا. فالذي يطلب المسير يحتاج إلى زاد من طعام ومشرب، فلك عبد الله أن تجتهد في هذه الأيام وأن تملأ قربة تعينك على السير إلى الله جل وعلا. فإما شربة بعد ظمأ، وإما فركا للقلوب وتطهيرا مما علق بها من ران الأيام والليالي، وتطهيرا مما علق بها من الأدران، تشديبا وتهذيبا للنفوس حتى تتزكى وتترقى في مقامات الإحسان. فالله جل وعلا شرع العبادات وجعل لها مقاصد كبرى، والعبادات كلها تشترك في مقصد عظيم أجمع عليه أهل العلم، ألا وهو التقرب إلى الله جل وعلا. حتى قال بعضهم: ما شرع الله جل وعلا الحج إلا من أجل الصلاة، وما شرع الزكاة إلا من أجل الصلاة، وما شرع الصيام إلا من أجل الصلاة، وما شرع الصلاة إلا من أجل الصلاة، لأن المقصد الصلة بالله جل وعلا والتقرب من الله جل جلاله. وجعل سبحانه وتعالى للعبادات مقاصد كبرى، وجعل لكل عبادة مقصد تختص به ولا تشترك فيه مع العبادات الأخرى. والشاهد عندنا كلام عن الصوم في شهر الصوم، فنتكلم عن الصوم كونه عبادة يكرم الله تعالى بها عباده المؤمنين في موسم الطاعة وموسم الخيرات.